من ضمن الأسئلة، شغل كول سنتر في شركة سياحة بمكة، الشغل 10 ساعات شيفتات والإقامة وتذاكر الطيران عليهم والتأشيرة هتبقى شخصية مدتها 3 شهور وراتب 2000 جنيه، هل الأوفر ده يعتبر مناسب لبنت؟ بشكل كبير أنا شايف إن هو مش مناسب لسبب، لأنه مفيش مصاريف الخاصة بالأكل، الإقامة موجودة ولكن الإقامة في الغالب هتكون مكان فيه سيدات كتيرة، فخلي بالك انت هتكوني كبنت قاعده مثلا مع 6 مثلا او 4 او 5 في اوضه، الاكل نفسه وعشر ساعات كتيره، تعتبر كتيره مع الراتب 2000 ريال، انت ممكن تصرفي هناك 1000 ريال مثلا اكل فتوفر قال. طب وليه يعني؟ والشغل كول سنتر يعني، مع احترامي انا مش شايف ان ده يعتبر عرض كويس، لو حد شايف ان ده كويس يتفضل، ولكن انا وجهة نظري انه مش هنستفاد حاجة بهذا الموضوع، في هتعصر على نفسك 1000 ريال مثلا، ممكن 1500، طب وباقي الحاجة مع قاعدة مع ناس مع كول سنتر، انا مش شايف ان هو عرض كويس.